الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين البينة رسول من الله يَسْلُو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويقيم وذلك دين القيمه ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء بِهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ صدق الله العظيم